مع ندى الحمد. بيوت النور، قواعد وطرق لإعمار الأسر وبناء النفوس. من وحي بيوت خير الخلق. خير الخلق. بيوت النور مع البروفيسور طارق الحبيب، يوميا طوال شهر رمضان المبارك. طوال شهر رمضان المبارك. عند 12:30 ظهرا، ويعاد عند 8:30 مساء. تعقد أمور الحياة نحتاج أن نسمع فكرة أو قانونا بسيطة أو عبرة عظيمة تمنحنا الأمل وتشعرنا أننا قادرون على أن نبدأ من جديد. يمنحك كل يوم فكرة وأمل. نقدر. وي كان. وي كان. برعاية مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية. السلام عليكم. تعالوا نفكر اليوم سوا بموضوع العبقرية. دائما ما نسمع في حياتنا هذا التعبير. افعل كذا وكذا، مبدع في كذا وكذا. الأمر يزداد توسعا في حالة الحديث عن شخصيات تاريخية معينة، علماء وأدباء وفنانين.